يا مرحبا بكم مشاهدينا من جديد، رجعنا لكم مع الفقرة الفنية ومعنا اليوم بنوتة عراقية برغم صغر سنها لكنها تفوقت في كتابة الشعر وإلقائه رغم أنه يتطلب مهارات وخبرة كبيرة، إلا أن موهبتها الاستثنائية قادتها لتصبح من بين أصغر الشعراء سنا في العالم العربي. معنا اليوم لارا زيد قاسم، يا أهلا ومرحبا فيك أختي لارا. هلا، السلام عليكم، كيف الحال؟ شكرا على هالاستضافة. حبيبتي، شو أخبارك؟ شو مسوية؟ الحمد لله. شو شعورك وأنت ويانا اليوم؟ كلش فرحانة وأشكركم هواية على هالاستضافة. تسلمين. لارا، متى بديتي في إلقاء الشعر؟ صراحة أنا بدأت منذ نعومة أظفاري، ولا أذكر أي يوم أنني لم أعشق الشعر. فأنا أذكر عندما كنت في السابعة من عمري بدأت بكتابة الخواطر وأبيات شعر بسيطة، بعضها بقافية والبعض الآخر حر، فأنا لا أذكر أي يوم لم أكن فيه شاعرة. شو اللي خلاك أنك تحبين وتكتبين اللغة الشعر؟ اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، وهي لغة أهل الجنة، وهي بجمالها وبلاغتها تسحر القلوب، فهذا اللي خلاني أحب اللغة العربية. من الذي شجع لارا على إلقاء وكتابة الشعر؟ والدتي ووالدي هما اللذان شجعاني في مسيرتي وموهبتي. طيب، نسمع منك قصيدة، أول قصيدة كتبتيها. أوكي. اسم القصيدة لغتي عربية. نعم. في أي سنة كتبتي هذه القصيدة؟ هذه السنة. جميل. بس okay. لغتي عربية تسكن فؤادي، أتباهى بها فهي لغة الضاد، لغة أحبها وأستخدمها باجتهادي، قلمي يكتبها بكل استطرادي، وقصائدي تتزين بأحرفها العداد، عربية لغتي تزدهر لتلون السواد، تعيش معنا وتمدنا بالإسعاد، لن أرضى أن تندثر وتتحول إلى رمادي، لغة لا ينطقها ولا يكتبها إلا الرواد، لغة القرآن الكريم يقرأها العباد، لغة من أغنى لغات العالم بكل الأبعاد، فهي لا تضيق بالتكرار بل تزدان بالإيجاد، لغة أصيلة عربية قديمة تمتاز بالضاد، صانها ونقلها وحفظها لنا الأجداد، ستبقى لغتنا العربية فرحة الأحفاد، لغة الضاد سنتعهد لك بالازدياد، ولن نرضى أبدا الدهر بالابتعاد، هي فخرنا وعزنا وكل الأمجاد، هي فخرنا وعزنا وكل الأمجاد. عيني عليك باردة، ما شاء الله عليك. لارا، خبرينا عن المسابقات والجوائز اللي انت حصلتي عليها. شو المسابقات اللي شاركتي فيها؟ ولله الحمد فزت بالكثير من الجوائز، فراح اقول لك بعض منها. تفضلي. فزت في مهرجان طيران الامارات للاداب، فزت مرتين، مره بالمركز الثالث ومره بالمركز الاول على مستوى دوله الامارات. جميل. وايضا فزت في مسابقة تنمية المخزون اللغوي، فزت المركز الأول عام 2018 على مستوى الدولة، وفزت المركز الأول مكرر عام 2019 على مستوى الدولة. جميل. وأيضا فازت قصيدتي بعنوان من هي في مسابقة قلب شاعري على مستوى دول الخليج العربي. وأيضا فزت في مسابقة فن الخطابة على مستوى الدولة. وأيضا لقبت بلقب فارسة الضاد ولقب الخطيب الواعد من قبل جمعية حماية اللغة العربية. أنا أعتز جدا بهذين اللقبين. شو شعورك وانت استلمتي وخذيتي هالجوائز وهذا اللقب؟ أكيد بالفخر، وهذه أوسمة أفتخر بها. نعم. طيب، انت تكلمتي عن قصيدة اللي هي فازت. نعم. قصيدة من هي؟ ألقيها. سمعينا هذه القصيدة. نعم. لن أجد حضنا دافئا كحضنها، ولن أجد لمسة حنونة كلمستها، ترفع يديها للسماء لتحميني بدعائها، وتسهر الليالي إذا مرضت ليطمئن قلبها، من منا لا يقدر منزلتها ومكانتها، لا حزن ولا هم ولا ألم معها، لا خوف ولا قلق بمجرد رؤية وجهها، تحلو الحياة عند سماع صوتها، ويزرع المحبة على مر السنين عمرها، ما أجمل لحظات عمري بوجودها،
كيف أعوضها السعادة التي منحتني إياها؟ وكيف أزرع البهجة والسرور بقلبها؟ أريد أن أكون سراجاً ينير دنياها وفرحة تزين ملامحها ووجنتيها. ويصيبني القلق لو أحسست بتعبها. أكره وأكره نفسي لو مرة أبكيتها. من هي التي لا وجود لحب كحبها؟ ومن هي التي فرشت الجنة تحت أقدامها؟ هي أمي، هي أمي، أمي التي لا مثيل لها، أمي التي لا مثيل لها. صح لسانك، أمك معانا في الاستديو، أكيد هي مفتخرة أنك تشوفين وتقولين هالقصيدة لها. شو مكانة أمك عندك؟ أكيد أمي كل شيء. أمي دائما تدعمني ودائما تساعدني، ولما أحتاجها دائما موجودة. فأني جميل. أحب أمي هواية. حبيبتي الله يدوم المحبة بينكم ويخليها لك يا رب. لارا، خبرينا عن الجائزة اللي حصلتي عليها في طيران الإمارات. نعم، فزت المركز الأول على دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنا أفخر بهذه الجائزة كثيرا، وأنا أصلا أفخر بكل جوائزي، وهذه كلها أوسمة أفتخر بها. نعم، أيضا في قصيدة أخرى تكلمتي عنها اللي هي كانت قصيدة أنشودة المطر. نعم، للشاعر بدر شاكر السياب. نعم، ليش حبيتي هذه القصيدة واخترتي هذه القصيدة بالذات؟ لأن تلامس القلب وفيها أحاسيس وتفيض بالأحاسيس وهي جميلة جميلة جدا. من الشعراء اللي أنت لارا تحب تسمع قصايدهم ومتأثرة بقصايدهم؟ أنا أتأثر بالكثير من الشعراء، وأنا أقرأ كثيرا وأتوسع كثيرا. فمثل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم حفظه الله، قصائده جميلة جدا. وأيضا بدر شاكر السياب، أحمد شوقي، محمود سامي البارودي، والكثير والكثير غيرهم. فأنا أتوسع كثيرا وأقرأ كثيرا. جميل. كل الشعراء اللي أنت تسمعينهم عراقيين؟ لا، مو كلهم، لأنني مثل ما قلت لك أنا أتوسع كثيرا وأقرأ كثيرا. جميل. طيب نسمع منك القصيدة، تفضلي. نعم. أتعلمين؟ أتعلمين أي حزن يبعث المطر؟ وكيف تنشج المزاريب إذا انهمر؟ وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع؟ بلا انتهاء، بلا انتهاء كالدم المراق، كالجياع، كالحب، كالأطفال، كالموتى. هو المطر ومقلتاك بيت طيفان مع المطر، وعبر أمواج الخليج تمسح البروق، تمسح البروق سواحل العراق بالنجوم والمحار، كأنها تهم بالشروق فيسحب الليل عليها من دم اندثار. أصيح بالخليج: يا خليج، يا واهب اللؤلؤ والمحار والردى، فيرجع الصدى كأنه النشيج. يا خليج، يا واهب المحار والردى. أكاد أسمع العراق يثخر الرعود ويخزن البروق في السهول والجبال، حتى إذا ما فض عنها ختمها الرجال، لم تترك الرياح من ثمود في الوادي من أثر. أكاد أسمع النخيل يشرب المطر، وأسمع القرى تئن والمهاجرين يصارعون بالمجاذيف وبالقلوع. عواصف الخليج والرعود منشدين مطر مطر مطر. وفي العراق جوع، وفي العراق جوع، وينثر الغلال فيه موسم الحصاد، لتشبع الغربان والجراد، وتطحن الشوان والحجر رحاً، تدور في الحقول حولها بشر. وتطحن الشوان والحجر رحاً، تدور في الحقول حولها بشر. مطر مطر مطر. وكم ذرفنا ليلة الرحيل من دموع، ثم اعتلنا خوف أن نلام بالمطر. مطر مطر. ومنذ أن كنا صغارا كانت السماء تغيم في الشتاء ويهطل المطر، وكل عام حين يعشب الثرى نجوع. ما مر عام والعراق ليس فيه جوع. مطر مطر مطر.
في كل قطرة من المطر حمراء أو صفراء من أجنة الزهر، وكل دمعة من الجياع والعراة، وكل قطرة تراق من دم العبيد، فهي ابتسام في انتظار مبسم جديد، أو حلمة توردت على فم الوليد في عالم الغد الفتي واهب الحياة، مطر مطر مطر. سيعشب العراق بالمطر. الله يديم الأمن والأمان في دولة العراق وفي الدول العربية إن شاء الله أجمعين. لارا صح لسانك وخبرينا أكثر عن آلة القانون اللي عندك. آلة القانون، كيف تعلمتي على هذه الآلة؟ آلة القانون هي محفورة بقلبي. أحب آلة القانون هواية. متى تقريبا بديتي أنت تعزفين على هذه الآلة؟ قبل سنة ونص. هي نعم هواية ناس يقولوا لي الآلة صعبة، ولكن شغفي خلاني أكمل وأعزف على هاي هي الآلة. أنت اخترتي ما شاء الله لإلقاء الشعر باللغة العربية، وهي أيضا صعبة، والقانون نفس الشيء آلة صعبة. نعم. لأن الموسيقى نفس تعبر عن الإحساس تماما مثل الشعر. فأني اخترت القانون، والقانون حبيت لأن مو هواية ناس يعزفون القانون، فحبيت أكون أني يونيك، يعني غير من كل الناس. واكيد انت غير ما شاء الله عليك. شكرا. منو دربك على هالآلة؟ كيف تدربتي وتعلمتي؟ استاذ القانون مالتي. نعم. يعني بدينا السلم موسيقي، اقدر هسه رويتش. هذه كبدايه. هاي كبدايه. جميل. بس تتعلمين شلون تضربين النوته، بعدين بدينا ويا الاغاني. انزين، شو اول لحن او اول معزوفه تعلمتي انت على هذه الاله؟ نسم علينا الهوى. ليش اخترتي هالاغنيه؟ تحبينها وايد؟ اي حبيتها هوايه. شو رايك تسمعينها؟ هوايه ناس قالوا لي انه امي اقترحت لي انه ابداي اعزفي نسم علينا الهوى. شكلها امك وايد تحب الاغنيه. وانا سويتها لامي لان احب امي هوايه. يلا انزين. تسلم هالأنامل الجميلة لارا. شكرا. الله يحفظك عن العين يا ربي، بعد عنك كل شر. بعد قبل الحلقة كنتي تعزفين ديسباسيتو. نعم. ليش فكرتي تعزفين هالأغنية على هالآلة؟ لأن أنتي لما إذا تتعلمين القانون تقدرين تعزفين شرقي وغربي. فأني ردت أعزف ديسباسيتو لأن كلش حلوة الأغنية على القانون. زين، نحن بنسمع منك هالمعزوفة، لكن ما فكرتي إنك أنتي تطلعين معزوفة من اختيارك وذوقك؟ نعم أكيد فكرت، وهاي من طموحاتي إنه أسوي معزوفة من تأليفي. وبس لازم أول شيء أتعلم بعد وأتمكن. جميل، تتعمقين أكثر بالعزف. نعم. صحيح. يلا نسمع منك معزوفة ديسباسيتو.
استانسنا بشوفتك يا جميلة يا أنيقة، الله يحفظك إن شاء الله من كل عين. شكراً. وإن شاء الله نستضيفك في الحلقات الأخرى. شكراً. يعطيك العافية. مشاهدينا وصلنا لنهاية الحلقة، شكراً على حسن وطيب المتابعة وإلى اللقاء.